مساكم الله بالخير والسعادة مشاهدين الكرام أينما كنتم متابعي برنامج الظاهر على الشاشة. لن يتوقف حديثنا عن السعادة، ولكن ربما في معرفة تفاصيل ضدها وعكسها نستطيع الوصول إليها بدقة ونجاح أكبر. فالإنسان عدو ما يجهل، واليوم في هذه الأمسية سنقترب مما نجهله في مسألة الأحزان التي تصيبنا، ونحن نتصفح كتاب الحزن الخبيث، تشريح الاكتئاب لمؤلفه لويس ويلبرت، ومن إصدار مشروع كلمة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. أما الترجمة فهي للأستاذة عبلة عودة. العنوان مقلق بحد ذاته، كما أنه عميق يصيب أقصى أعماقنا ليتأكد من تركها سليمة خالية من أي جروح أو عقد أو أمراض. الكآبة أو شبح الموت أو المرض الأسود أو طاعون العقل، كلها مسميات وصفت هذا الحزن الذي يحول غيوم سماءنا البيضاء إلى سواد، فيبات العالم في أعيننا ظلام. يخبرنا ويلبرت في كتابه عن تاريخ الاكتئاب، فيقول: ألا ينقطع الحزن ولا يكف السأم من حياة أحدهم فيصيبه بداء الخمول تجاه كل شيء. فهذه الأعراض القديمة قدم البشرية تمر مع تاريخها مقترنة بالاضطرابات الاكتئابية، وقد شخصت هذه الأعراض منذ زمن الأسرة الحاكمة المصرية 12 في القرن 19 قبل الميلاد. كما تطرق الكتاب المقدس إلى نوبات الحزن عند الملك سليمان في القرن الأول قبل الميلاد. لكن مصطلح الاكتئاب لا يظهر واضحاً بصورته على مدار التاريخ القديم. كل ما نفهمه اليوم تحت مسمى الاكتئاب كان يدعى في البدء ولزمن طويل ميلانكولية، واعتبر أبقراط في القرن الخامس قبل الميلاد أن كمية مؤذية من الحزن والسوداوية تفضي إلى حالات ميلانكولية، لذلك أوصى بعلاج يتبع حالياً في عصرنا الراهن، وهي حياة هادئة منظمة لا تخلو من الحكمة والزهد. علاقة طويلة ومريرة جمعت الكاتب ويلبرت بالاكتئاب، وتعرضت لانتكاسات متكررة، ولكن من قلب تجربة يصعب على ويلبرت وصفها. يولد هذا الكتاب في محاولة تجمع بين العلم والتجربة، محاولة لمحاورة الشخص الكئيب أو لإنقاذه أو للبحث معه أو مع من حوله إلى مخرج.
فترة الكتاب تتخللها انتكاسة ويلبرت ثم نهوضه من الاكتئاب مرة أخرى، وهو ما يفسر وضع مقدمتين للكتاب الذي يشرح فيه كل ما توصل إليه وعايشه، وبالأخص ما وصفه بوصمة الاكتئاب الاجتماعية التي تعد من أهم إشكاليات الاكتئاب، وهو كبت مشاعر المكتئب عن أقرب الناس له أو عمله أو كل من حوله، خوفاً من وصمة عار الاكتئاب والخوف من أن يعامل على أنه مصاب بالطاعون النفسي الذي حتماً سيعدي من حوله. يمر ويلبرت على أشخاص عانوا اكتئاباً حاداً ورفضوا تناول الأدوية التي يخشون الإدمان عليها أو أنها قد تؤثر على القدرات الذهنية لمتعاطيها، ويقول أنه من أسباب اكتئابه كانت أسباب بيولوجية وهي أحد الأعراض الجانبية لدواء القلب. ورغم أن الشكوك ساورته بأن هناك أسباب نفسية، إلا أنه بقي متمسكاً بالسبب البيولوجي فقط ليرفع عن عاتقه مسؤولية المرض. يخبرنا الكاتب عن أحد أخطائه رغم معرفته بأن عودة الاكتئاب لا ينجو منها إلا واحد من بين كل 10 ممن تعافوا من المرض. اضطرابات في النوم وحالات هلع مع تزايد حالات القلق. لم يعرف ويلبرت ماذا يفعل، فعندما كان يمارس رياضة الجري كان يشعر بالإنهاك، وعندما يتمدد ليستريح كانت تهاجمه الأفكار دون التمكن من السيطرة عليها، للدرجة التي تثير الرعب بأنه سيصبح مختل عقلياً. أراد الجميع طمأنة ويلبرت من أصدقاء وأطباء ومعالجين بالشفاء، ولكنه لم يستطع تصديق أحد، حتى نصحه صديق بإعادة قراءة كتابه، ومن هنا يعود ويلبرت ليكتب مقدمته الثانية. يقارن ويلبرت مرض الاكتئاب الذي أصيب به للمرة الثانية بالإنفلونزا دون حرارة، تلك التي تسمح لنا بمزاولة الحياة ومواصلة الأعمال والواجبات، ولكن لساعات أو سويعات معدودة نعزي أنفسنا بعدها بأننا مرضى ونشعر بالإرهاق والغثيان. ويلبرت يحاول جاهدا في كتابه أن يداوي نفسه بالكتابة، فهو يتمثل مقولة الكاتب روبرا بيرتون الذي قال حينما نشر كتابه الشهير تشريح الكآبة عام 1651 أنني أكتب عن الكآبة لتجنب الكآبة. كم هو مؤلم بالنسبة للكاتب اعترافه بأن تجربة الاكتئاب كانت أسوأ من مأساة وفاة زوجته بالسرطان، فهو يصف نفسه فيقول لقد كنت متقوقعاً على ذاتي وتحاصرني الأفكار السلبية. من هنا جاءت رغبة ويلبرت في نقل معاشه ليختصر طرحه بمثال بسيط: أنا لست طبيب الأسنان المدرك للعلاج، ولكنني المريض الذي عشت الألم، ومهما فعل الطبيب فهو لن يدرك مثل المريض ماذا يعني ألم سنه. يصف ويلبرت مرض الاكتئاب بالمزعج للمصاب ولكل من حوله، وبأن المكتئب ضحية نفسه، وهو مرض يصيب واحد من كل 10 أشخاص، ونسبة انتشاره لدى النساء هي الضعف عن الرجال. ويحتل الاكتئاب المرتبة 4 عالمياً لأهم المشاكل الصحية في دول العالم النامية، أي ما يشكل 3% من مجموع العبء العالمي للمرض، وتشير توقعات إلى أنه سيحتل المرتبة الأولى في دول العالم النامي في عام 2020. هذا ما كان ينقصنا. نقتبس من الكتاب: يعرف كل من مر بتجربة الاكتئاب الحاد أنه حالة غريبة عصية عن الوصف، لا يفهمها حقاً إلا من عانى اكتئاباً حاداً. إنه ليس مجرد شعور بالوهن أو الإحباط، وإنما حالة مختلفة تماماً تكاد لا تمد بصلة للمشاعر اليومية العادية. لذلك فإن وصفه يحتاج إلى كلمة جديدة لتختزل معاني الألم.
ثم ينتقل ويلبرت إلى مناقشة النظريات النفسية والبيولوجية التي تفسر الاكتئاب وتركز على أهمية الفقد، ويتبعها بعرض لوسائل علاج الاكتئاب سواء كانت أدوية أو علاج نفسي. ويشير الكاتب في الفصل الأول إلى تاريخ مصطلح الكآبة الذي ظهر تقريبا لأول مرة في العام 1665 في مذكرات بيكر، حيث يصف المكتئب الطبيب الألماني إيميل كريبلين فيقول أنه يشعر بالعزلة والتعاسة وكأنه مخلوق حرم من قدره، وأغلب الأفكار التي تخطر ببال المكتئب لا تمت بأي صلة للواقع. وتعرف الأدب الإنجليزي على الكآبة إبان ثمانينات القرن السادس عشر مع استعمال الكلمة كثيرا في إنجلترا خلال عصر النهضة، فها هي على لسان شكسبير من خلال بطله هاملت الذي يقول لقد فقدت مرحي وحيويتي، تبدو للأرض النابضة صخرة صماء قبيحة. يعرض ويلبرت نظريات ومفاهيم وكتب مختلفة عبر القرون حتى يصل إلى فرويد الطبيب النفسي الأشهر الذي أثرت مسيرته في فهم المرض، وهو من خلال مناقشة الحداد بعد الفقد يقترح أن الكآبة ترتبط بفقد شيء ينسحب من الوعي لتسبب خسارته قيمة داخلية تشبه حالة الحداد وهي المسؤولة عن حالة الكآبة، لكن يعود ليؤكد أن أعراض الاكتئاب المختلفة حتى يومنا هذا لا يوجد أمامها اختبار واحد موثوق لتشخيص هذا المرض، ولا يمكن تحديد أعراض ثابتة كذلك. ويتطرق ويلبرت إلى الأعراض المختلفة وبعضها أساسية التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كإشارة إلى الإصابة بالاكتئاب، ثم يحذر ويلبرت الآباء من عمر الاكتئاب الذي قد يصيب الأطفال والمراهقين. وقد يصاب الطفل باكتئاب شديد منذ سن الثالثة من العمر. في الفصل الخامس يتساءل ويلبرت هل الاكتئاب مرض عالمي؟ وهل تلعب الثقافات دوراً رئيسياً في انتشاره؟ هل هناك شعوب كئيبة وشعوب غير كئيبة؟ ليجيب أنه بالنظر لعدم وجود دليل بيولوجي لتشخيص الاكتئاب، فمن الصعب على أي طبيب نفسي أن يقرر ما إذا كان العارض الذي قد يصيب محام أمريكي هو الذي يصيب رجلاً من قبيلات يوروبا في نيجيريا أو رجل في إحدى قرى القارة الهندية. ويؤكد علماء الأنثروبولوجيا الذين يدرسون الاكتئاب في المجتمعات الشرقية أن الحزن واليأس والفساد هي انفعالات لا تستند إلى البيولوجيا، وإنما هي أحكام ثقافية يستخدمها الناس لفهم أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين، وأنه على اختلاف الثقافات تبقى النظرة للاكتئاب سواء شرقية أو غربية كانت هي واحدة. ويردف ويلبرت أمثلة مثل عن جماعة الكالولي التي لا يوجد في لغتها كلمة كآبة، لكنها تستخدم تعبيرات معينة للتعبير عن الحزن والحداد. أما في سريلانكا فإن مفهوم اليأس إيجابي تماشياً مع النظرة الوذية لطبيعة العالم، في إشارة إلى اختلاف الثقافات في تقديرها لما هو طبيعي أو شاذ عن المتعارف عليه. الحب بأوجه عدة مجرد تحذير.
مام أخرس، لا يسمع لا يرى ولا يلمس. اليوم في قرأوا فقالوا اخترنا الحديث عن واحدة من أهم الأديبات في التاريخ العربي، مي زيادة، وهي كاتبة وشاعرة وروائية ومترجمة وصاحبة أعرق ملتقى أدبي في التاريخ العربي، حيث امتد لما يقارب 25 عاماً. ولدت مي زيادة في الناصرة في فلسطين عام 1886. تابعت دراستها الثانوية في دير الراهبات في منطقة عين طورة في لبنان، ثم استكملت دراستها في كلية الآداب بالقاهرة. تميزت مي منذ صباها وأبدعت في مجال الصحافة وفن الحديث، ونشرت مقالات أدبية ونقدية واجتماعية، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالفن والغناء والموسيقى نشرتها في الصحافة المصرية والأوروبية. وكانت تمضي في نهايتها بأسماء مستعارة مثل خالد رأفت، إيزيس كوبيا، السندبادة البحرية الأولى. كان لمي زيادة دور في الدفاع عن حقوق المرأة وبمطالبة المساواة، كما أنها استحقت أن تكون رائدة من رائدات النهضة النسائية العربية الحديثة، حيث أكثرت من الكتابة والمحاضرات والندوات للمطالبة بحقوق المرأة. أتقنت مي 9 لغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية والإيطالية والأسبانية، السريانية واللاتينية واليونانية. باكورة أعمالها كانت باللغة الفرنسية بعنوان أزاهير حلم. وفيما بعد صدر لها باحثة البادية عام 1920، وكلمات وإشارات عام 1922، والمساواة وظلمات وأشعة، وبين الجزر والمد والصحائف. ارتبطت مي بعلاقة عاطفية مع الكاتب جبران خليل جبران، إلا أنهما لم يلتقيا أبداً، وإنما شكلت المراسلات بينهما أساساً لما عرف فيما بعد بفن المراسلة الأدبية. من أهم مقولاتها والتي أرسلتها للدكتور يعقوب صروف صاحب جريدة المقتطف منتقدة أداء الصحافة قائلة: أفهم بالاختبار أن النقد عمل شاق ودقيق، يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب معرفة واسعة وذوقاً مهذباً وبصيرة شفافة وإحساساً حياً يفهم العدل كما يفهم الجمال وكما يفهم أنظمة الحياة، فهو بذلك غير ميسور لكل من ادعى حمل لوائه. مي زيادة أديبة وفيلسوفة من فلسطين. كتاب اليوم الحزن، تشريح الاكتئاب، هو تجربة يرفض أن يصفها الكاتب لويس ويلبرت بالشجاعة، ولكنها كذلك، ذلك لأنه ليس من السهل أن نفكك ذكرياتنا المؤلمة ونضعها أمامنا قرابين للتجارب البشرية الأخرى، ولكن في الوقت ذاته ذلك الألم هو الذي دفع ويلبرت ليضع كتابه الذي تضمن إرشادات وتوجيهات وتفسيرات مختلفة تأخذ بأيدي الكثير من التائهين في عالم الاكتئاب بأي مرحلة كانوا هم أو من حولهم ليجتازوا هذا الألم. ويلبرت بالرغم من أنه ليس بطبيب نفسي، إلا أنه استطاع الوصول إلى عقول الناس وأعماقهم، وذلك ببساطة لأنه اختبر الألم والجرح والشفاء الذي تشاركه معهم. نتمنى لكم مشاهدينا الفائدة في قراءة هذا الكتاب، وقد يكون في قراءته إنقاذ لنا أو لقريب أو صديق بحاجة لمد يد العون له ليشفى من اكتئابه الذي يجهله. أمسية سعيدة نتمناها لكم مشاهدينا. مع السلامة.